عايز يشيل الشعب ده، عايز يدفع ثمن الوباء اللي حصل في مصر، من اللي حصل في مصر من وباء او انتشار سابه برضه يعين الشعب الغلبان اللي هو على طول دايما احنا بنشيله كل المرة. يا عيني ملائكة الرحمة مش لاقيين كمامة ولا لاقيين جوانتي اللي هو أدفع حاجة. شوفوا ازاي بتاع الدكتور الصيني والممرضة الصينية ازاي، شوفوا ازاي بتاع الامريكاني الدكتور والممرضة عامل ازاي. وبص احنا عندنا ايه بتاع حتة القماشة دي وحتة جوانتي، لا ده خالص ده مش موجود، ده لابسين بدل وحاجات واجهزه عاملين كارثه نوويه بيتعاملوا مع الفيروس ده بحساسيه شديده جدا، واحنا بلدي جدا. الناس اللي هي بتشتغل اليوم بيوم، الناس اللي هي ظروفها تعبانه، الناس اللي هي اخر الشهر عندها ممكن لو ما دخلهاش المرتب او لو ما اشتغلتش دي ماتت من الجوع، كارثه نوعيه بكل المقاييس. انا بطمن كل المصريين اللي بيسمعوني، احنا حتى لو كانت ظروفنا صعبة مش هنسيبكم.